اشمعنى السيف اللي بيتضايق في نادي الزمالك؟ يعني ليه بيضايقوا سيف؟ اللي بيضايقوا ممكن هم عايزينه يمشي. لو سيف مظلوم، انت حضرتك بتقول لا هو مظلوم، يعني ازاي ما بيلعبش؟ طب اخر اربع ماتشات هو انت معنى تجيب، عايز تجيب صفقه هل معنى ان الصفقه دي تبقى احسن حاجه؟ طب انت جبت صفقات ما اثرتش مع نادي الزمالك. طب نادي الزمالك ما خدش الدوري وهو مع الصفقات. لا يعني الصفقات ليه بقى، ليه سيف مش واخد فرصه في نادي الزمالك؟ ما هو انا بقول الفرصه، هل عشان انا مثلا كنت ضد المجلس ده في الانتخابات؟ وارد. هل مثلا هم عايزين يجيبوا صفقات ويلعبوها ويقولوا مشينا ولاد النادي؟ مشوا ولاد النادي يعني، ما انت يعني انا حتى عيب ان انا اتكلم كده يعني. يعني هو الافضل هم لا سيف ياخد فرصه اللعب، لا سيف يمشي ما يبقاش اعاره، يمشي يروح النادي اللي هو عايزه طالما هم مش عايزينه. يعني بيخلوه يتمرن مع اربع، ما رضاش يروح يتمرن مع اربع خمس لعيبه، ما ينفعش يعني. حتى يعني والله الواحد يعني ازعل واتضايق. انا ابن النادي يعني، انا من الناس اللي ليها يعني تاريخ مشرف في النادي يعني، وابني على يعني مثلا لما كان الكابتن حماده امام موجود وحازم امام في الملعب، عشان حماده امام الله يرحمه، ده هو ده اخويا وحبيبي واستاذي ومعلمي الكابتن حماده. هل تبقى رد فعل اي واحد زعل مع حماده امام واختلف مع حماده امام يقدر يقعد ابنه وهو حماده امام عضو مجلس اداره النادي؟ لا، او وكيل النادي؟ مستحيل. مستحيل. وبعدين انت بتعمل حاجه في منتهى الخطوره، انت المسؤولين عن النادي اصلا ما لعبوش كوره. يعني ما بتكلم على عبد الواحد، بتتكلم على احمد سليمان، بتتكلم على حسين السيد، الثلاثه دول حراس مرمى ما لعبوش كوره. اسمها كره قدم. يعني مش كره، مش هاند بول ولا كره حارس مرمى. يعني اللي بتعمل ده عيب، يعني عيب. حتى انا اول مره مثلك اقول اجيب مثلا سيره الكابتن حسين لبيب، بقول له عيب، يعني عيب انت مش رئيس النادي؟ عيب. يعني انا بكلمك بامانه. اللي بيحصل ما ينفعش يحصل في نادي الزمالك. سيبك بقى، سيبك ان هو ملوش دعوه فاروق جعفر، ده لعيب كويس عنده قدرات عنده امكانيات. ما تجيبش لعيب مثلا النهارده عنده 22 سنه 23 سنه وهتأدبه وتربيه وبتاع، هو مش واخد على كده ولا هيعرف يعمل حاجه كده. فالضغط ده انا متهيألي مش حاجه كويسه، او اللي بيعمله مش حاجه كويسه. والكرسي ده مش باقي لحد. يعني لو كان باقي لحد ما كنتوش انتوا جيتوا.